تشنينو هالفيديو مخصص لستات البيوت والصبايا يلي ما عم يعرفوا كيف بدهم يبداوا وما عم يحسنوا ياخذوا القرار انه يبلشوا رياضه. تمرين جدا رائع ما فيه ضغط على الركب ولا على المفاصل ولا على الكاحل ولا على الظهر، ما فيه اي قفز، مناسب لاصحاب الانفصال العضلي. اذا كمان ما بحاجه انك تلبسي بوت رياضي او غذاء رياضي او ستيان رياضي، مثل ما انت ما عندك اي حجه، مثل ما انت بالبيت يلا قومي فورا اعملي معي. راح ياخذ من وقتك 20 دقيقه فقط، بس راح تلاقي تغيير جدا كبير خلال شهر، تحدي لمده شهر. بالنسبه للغذاء بتمنى تقري صندوق الوصف تشوفي شو الخطه الغذائيه راح تتبعيها لهذا الشهر، ولا تنسي تكتبي القياسات قبل وبعد مع الوزن. يلا راح نبدا اول شيء بالاحماء، راح نمشي بالمكان نعمل اول تمرين فوق وتحت، بس بدي اياكم ترفعوا ايديكم، عم نمشي بالمكان نرفع ايدينا ناخذ شهيق زفير لمده 45 ثانية، ما ننسى الشهيق والزفير ضروري كثير نشد عضلات البطن اثناء التمرين، تمام. لا تنسي تنفسي كثير منيح، طرحي ثاني اكسيد الكربون، تمام برافو عليك. نرجع بنريح شوي ايدينا، رح نضل عم نمشي بالمكان عشان نبلش التمرين الثاني. رح نروح على خطوه يمين خطوه يسار، ما اعمل ايدي اكس قدام الجسم، برافو عليك تمام ممتاز. ما ننسى الزفير والشهيق، برافو. لا تنسي تشدي عضلات البطن، الابتسامي مشان نربط الابتسامي بالرياضه بالعقل اللاواعي. بتصير اذا سمعتي بس عن الرياضه بتبتسمي. تمام مريح شوي ممتاز. وقت الريح بننظم نعمل كنترول للنفس، بناخذ اكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون، تمام. راح اعمل ايدين مره يمين مره يسار، لف، برافو. ممتاز برافو كثير منيح. ما تنسي تشدي عضلات البطن. اوكي بلش تمرين اللي بعده، لورا يمين ويسار، ما ننسى كل الوقت شد عضلات البطن، تمام. نرتاح شوي كثير منيح برافو عليكم. نطرح ثاني اكسيد الكربون، نعمل كنترول على النفس، ننظم نفسنا. يلا كعب قدام مره يمين مره يسار، رح نعمل بايدينا بوش بوش
نضغط كأنه عم ندفو الشغلة، فعلي الكف لفوق، برافو عليك، نحرك عضلات الزند من تحت، تمام، دفش دفش، ممتاز، مع الزفير زفير. التنفس بيلعب دور كتير كبير قد ايه انا برفع نسبة الاستقلاب بالجسم، كل ما طرحنا الفضلات لسان كثير الكربون من الدم واخذنا اكسجين كل ما رفعنا الاستقلاب، كمان راح نحسن نلعب اكثر من دون ما نتعب. برافو. مريح، ممتاز، كثير منيح، برافو عليك. رح نفتح اجرينا. بلش نحرك الكعب، بس الكعب، تمام، ممتاز. كعبي يا حرك كأني عم برقد، عم برقد كعب. ممتاز، كل وقت عم تنفس شاردين عضلات البطن. تمام، ريح شوي، هي تليفوني. اوكي تمام، هلا رح نروح يمين يسار، نحاول نلق الركبين، اذا لقيتوا الموضوع سهل لقوا الارض. تفتح الكاميرا من دون، يمين يسار، تمام. برافو عليكي، حاولي الظهر يكون مشدود والبطن شادين العضلات، وعم ناكل زفير زفير. برافو برافو برافو، كل الوقت زفير. إذا لقيتي سهلة عليكي فيك تنزلي أكثر لتحت، يمين ويسار، أكثر لتحت، تمام، ممتاز. تمام، ريح شوي، نفس. اوكي هلا بدنا ننزل شوي لتحت، بس مو هيك، ننزل بالمؤخره شوي لورا، تمام، يعني بهالطريقه نعمل بوكس 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 مع فتل شوي بالخصر. برافو، شدي لي عضلات البطن، انتبهي ما تعملي هيك، جاي بالمؤخره لورا، ممتاز، ظهر مشدود، زفير زفير زفير. برافو. ممتاز. برافو، يس. برافو عليكي، كثير منيح، ممتاز. بنريح شوي، نفس. التمرين بعده كثير منيح لأسفل الظهر، رح ننزل بشكل نص دائرة كأنه هون في شغلة، بننزل من تحت يمين وننزل يسار. برافو. برافو، شدي لي ظهري، ظهر مشدود. برافو، تمام، ريح شوي، ممتاز. هلا بدي اياكم تعملوا حركة شوي سريعة، راح نحرك اجرينا بسرعة بالمكان، بس بدي اياها اسرع ما عندك تعصيني، بدي نعلي شوي دقات القلب، اوكي؟ يلا.
ممتاز. لا تنسي تشدي عضلات البطن. برافو برافو. كمان كمان ضل 10 ثواني زفير. راح تحسوا كثير راح تسرع دقات القلب، هذا اللي انا بدي اياه، ما تخافي. برافو. ريح شوي، نعطي زفير، ناخذ شهيق، نطرح ثاني اكسيد الكربون الناتج عن عمليه تحويل الدهون لطاقه هلا بجسمي، تمام؟ اوكي، هلا راح نطلع شوي لفوق، نرفع الكاحل كمان، هذا رح يعلي شوي نبض القلب، رح نعمله أسرع بشوي. برافو برافو. ما ننسى كل وقت الزفير، نعصر عضلات البطن. برافو. ناخذ نفس، ريح شوي. اخر تمرين كارديو راح يكون معنا، سريع نوعا ما. راح نفتح رجلينا مره يمين مره يسار بسرعه كثير، اوكي؟ يلا. عم برفع شوي الكاحل اذا منتبهين، تمام. برافو عليك. ممتاز. ما ننسى التنفس كل الوقت، ما تحبس النفس، نفسي. تمام. نريح. هيك بنكون خلصنا التمارين الهوائية. فيك تشربي مي، أنا ناسي يعني جيب المي، فيك تشربي مي، ما في أي مشكلة، ورجعي كفي معي. يلا، رح ننزل هلا لتحت على الأرض، نشتغل شوية تمارين للرجلين، رح نرفع مرة يمين ومرة يسار، إيدينا تماما تحت الكتف. برافو، يمين يسار. شدي لي عضلات البطن. برافو عليكي، ممتاز. يمين يسار، نستمر. زفير شهيق. برافو. ريحي اجريكي. يلا التمرين بعده رح نفتح الايدين على جنب، مره يمين ومره يسار، ارفعي قد ما فينك انت ترفعي، تمام؟ لو شوي صغيره معلش. برافو، يمين يسار. اذا حاسه بالم بالركب حطي تحت ركبتي مخدي بشكير. ما ننسى نشد عضلات البطن لانه الجاذبيه الارضيه عم تشد بطننا واحشائنا للاسفل، فاحنا لا نشد العضلات مشان نمسك الاحشاء ونشدها على الجسم. برافو عليكي. يلا تحملي شوي صغيري. ممتاز. هلا بدي منكم ترجعي لورا بهي الطريقه، نرجع لورا ونقدم لقدام. ورا وقدام، اوكي؟ ليتس جو.
تاخدين عضلات البطن كل الوقت. تمام ممتاز. هلا رح نتلقى على ظهرنا، نشتغل بين الفخذين، عضلات اسفل البطن والمعده. يلا رح نرفع رجلينا لفوق، رح نعمل اكس. ما ضروري الركب تكون مفروده، معلش اذا كانت متنيه شوي ما في مشكله. اكس شوي شوي. إذا كثير صعب عليك إنك ترفعي إجريكي ممكن تعاوني شوي بالإيدين. أوكي؟ ممكن دفشة صغيرة باليد. تأكدي تماماً إنه ظهرك لازق بالأرض، إذا في فراغ استخدمي بشكير أو منشفي حطيها تحت الفراغ الموجود بين ظهرك والأرض. عشان ما يجرحك ظهرك. أغلب الناس يلي بيجوا على ظهرها بالتمارين الأرضية بتكون بس في هذا الفراغ بين ظهرها والارض، فبصير كثير ضغط على فقرات وعضلات الظهر. تمام ريح شوي. برافو. هلا بدي ارفع جسم لفوق، بدي اعطي زفير واعمل سكويز لعضلات المؤخره وقاع الحوض. قد ما فينا بنشد على المؤخره ونحن عم نعطي زفير. شهيق زفير، شهيق زفير. برافو. وانا عم بعطي زفير عم بعمل شد على عضلات المؤخره، عضلات المثاني، عضلات الفتحه التناسليه والبوليه. قد ما فينا عم نشد حتى على فتحه الشرجيه، قد ما فينا نشد على كل عضلات بسفل الحوض. برافو عليك. لا تنسي الزفير. ممتاز. كثير منيح. هلا رح نحط ايدينا هون تحت الورك. اوكي؟ لانه هذا التمرين فيه كثير ضغط على الظهر. اصحاب الانفصال عضلي والديسك لا تفردوا اجريكم، ركبتكم على الاخير، اشتغلوا بهي الطريقه. الباقي رح نفرد اجرينا على الاخير، يمين يسار. تمام؟ نفرد الركبه. اصحاب الانفصال العضلي والديسك لا تفردوا اجريكم على الاخير. برافو. يمين يسار، ممتاز. تمام. برافو. ريح شوي. ممتاز. التمرين القادم ما بيناسب اصحاب الانفصال العضلي، فلا تعملوه، خاصة انفصال عضلي الشديد. الاصبع او اصبعتين ما مشكلة، لكن ثلاثة فما فوق لا تعملوه. راح ندير اجرينا على اليمين وعلى اليسار عشان نحرك الخصر. شوفي نظري لوين انا؟ كتافي لفوق على السقف، نظري على السقف، عم يبرم القسم التحتاني، الركاب والحوض. ممتاز. برافو. برافو. عم نحرك عضلات الخصر مشان يعطي شكل خصر منحوت. تمام. ممتاز. عم نشد كل الترهلات الموجودة بمنطقة الخصر. برافو. ما في شيء طبعا ببين فورا، بدك تاخدي شوية وقت. بعد شهر رح تلاقي فرق كثير كبير. إذا استمريت عليه طبعا. تمام. التمرين الأخير كمان ما بيناسب أصحاب الانفصال العضلي. فيكم تعملوه، تحطوا اجريكم تحت الصوفة، انا ما فيني العب بدون ما احط اجري تحت الصوفة. راح نرجع ايدينا لورا ونطلع نقوم وننزل لورا. اوكي؟ يلا نجرب. معنا 45 ثانية، فينك انت تعملي بس اثنين حسب استطاعتك، فينك تعملي واحد، فينك تعملي 10 حسب استطاعتك، فينك تسرعي اكثر مني او تبطئي اكثر مني. تمام؟
براو. فيك تحطي اجريك تحت الصوفة او حدا يوقف لك على اجريك، ما في مشكلة. برافو. برافو تمام تمام ممتاز. حتى لو عملتي مرة واحدة ممتاز. هذا بلشتي بأول طريق. هيك بتكون خلص تمرين، رح نعمل شوية تمطيط مع بعض وبعدين ننهي اللقاء الفيديو. يلا، أول شيء بدي إياه منكم أول ما نخلص تمرين نلقح على الأرض شوي وناخذ نفس نريح شوي إجرينا. أول شيء لازم نعمله إنه ننظم التنفس، ما بصير أنا عم تنفس هيك 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 بدي أعمل ستريتشينج. أول شيء ننظم التنفس تمام صبايا؟ فأول شيء راح أعمله هلا إني أنا راح أخذ نفس ونقول كثير كلمات إيجابية وتحفيزية لنفسي. كيف إذا عم تحكي بيبي صغير؟ يا بطل، برافو، شاطر، أحسن. هيك حكي نفسك، أنت جواتك في طفلة، حكيها بنفس الطريقة مشان تشجعيها وتدفعيها لقدام، أوكي؟ يلا. برافو بطلي مينو. اوكي كثير منيح. هلا انا حسيت انه اوكي تنفسي صار كثير منيح، فانا فيني ابلش اعمل شوي ستريتشنج خفيف لعضلات الفخذين. راح اضب الاجرتين على جسمي بهي الطريقه عشان اعمل شوي ستريتشنج. اي حركه حسيت فيها براحه عمليها اكثر مني، يعني انا راح اعمل بس يعني على 3 او 4 عدات. انت مثلا حسيتي حالك ارتحتي بهذا البوزيشن، وقف الفيديو وخليكي فيه شوي بهي الوضعيه. تمام كثير منيح. رح نمسك بس اجر وحده نفرد الثانيه. اخذ شوي على اجرها. برافو. نفرد الثانيه. اخذ شوي على اجرها ما راح احسن يبقى في الصوفه فراح اخذ بهالطريقه. ممتاز. خذيلي الاجرتين هلا بشوي ما فينا عم ندربهم كثير من الجنب، بس حاولي كتافك يضلوا فوق. نحن هلا هيك عم نعمل ستريتشينج للخصر. خلي كتافك على الارض، نظرك لفوق، وخذي اجريك على جنب. برافو عليك. على الجهه الثانيه تمام، بناخذ على جنب لفوق نظرنا. برافو. رح نفتن مثل ما احنا على البطن. اوكي رح نطلع شوي صغيرة لفوق ونشد قد ما فينا لوضعية السجود. حطينا جبين على الارض وقد ما فيك نشد بيتي ايدين. ممتاز. رح نعمل كات كاو بظهرنا. شدوا لي عضلات البطن بهالوضعية كثير ضروري. هلا اصحاب لو في سالفة عضلة رح تلاقوا مشكلة انه ما رح يشدوا معكم كثير لانه هن اصلا في بعد بيناتهم، لكن احنا بنحاول قدر الامكان انه شوفوا لهيك بطني النخي ما لازم باين عليكم. انا هلا رح اشد، انا هلا شديت عضلات البطن عشان تمسك الاحشاء. فبنشد العضلات قد ما فينا تمام. رح احط ايدينا تماما تحت الكتف والركب تماما تحت الحوض. رح ننزل راسنا ونرفع ظهرنا لفوق بشكل يعني تقوس مقوس. نرجع نفرد. برافو. رح نعطي زفير وانا عم بحرك بطني لجوا ونزل راسي واخذ شهيق وانا عم بعمل الحركه العكسيه عم بطلع بطني وارفع راسي. ممتاز. نقعد لقدام نعمل شوية حركة للرقبة وبكون خلصت اليوم. ما بعرف قديه انتكشوا شعراتي لكن اي هوب يعني ما تحكوا لي. يلا نعمل حق للكتاف دائري بالعكس تمام. حرك رقبتي يمين قد ما فيني. عم حاول اطلع على جنب بحس اعمل ستريتش لهي العضلات. برافو عليك. يسار كمان عم بعمل ستريتش لهي العضلات. خلي ظهرنا مشدود لتحت عشان اعمل ستريتش لعضلات الرقبة من ورا. برافو
ممتاز. وهيك بكون خلص تمرين. لا تنسوا تشوفوا الجدول الغذائي تحت الفيديو، واللي بدها تبلش تحدي لمدة شهر تكتب لي واللي عارف اعطيك يلا بلش التحدي اليوم، خذ القرار لا تستني لبكره. اللي عم يحضرني اول مره اذا عجبكم محتواي لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، تكتبوا لي تعليق ظريف مثلكم، تحكوا لي شو لازمكم بالايام القادمه مشان لبي احتياجاتكم. كانت معكم كوتش نينو، لا يسلمكم.